قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ده من ده؟ ده فكرة ده إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. ده إبراهيم عليه السلام. تقول لي من قال لك صادم؟ أيوة أنت ما بالصادم، لأنه أنت شايل لك منهج منحرف جاي تدخله في نص أخواننا وفي نص دعوتنا. والله الذي لا إله غيره إلا أن نموت، والله نرد عليك ولو بلغ كعبك عنان السماء، نرد عليك طوالي، والله نرد عليك. وده كله باطل باطل. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا جميعا أن ننطلق في دعوة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل يقول له اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. المنكر قدامنا هذا، قصائد الصوفية شغالة، شركة الصوفية شغال، غلة الكوثر شغالة، إذاعة الساهور شغالة، محمد المنتصر شغال ليل نهار في التلفزيون وفي الرادي بيضلل في أمهاتنا وأخواتنا وفي أهلنا في البيوت، وإنت ما واجب عليك تتكلم. تبا لهذا الرجل ثم تبا له. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. طيب قال لسه كلام الشيخ الفوزان، قال ولو أنه ما شتم آلهتهم. والشتم ده طبعا عند أبو عمران ما من منهج السلف، قال ما من منهج السلف أصلا تشتم. والهنا اللي شتم دمنه ده الرسول يا أبو عمران، الرسول فهمت. طيب قال ولو أنه ما شتم آلهتهم ولا عاب دينهم ما قالوا له شيئا. فلو اقتصر على قوله الشرك قبيح والتوحيد طيب ولا عاب آلهتهم ولا سب دينهم لما عارضوه. ده ما هو بكر هذا، والله ده ما هو بكر، ده الشيخ الفوزان. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الشعراء وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. ده شنو مش مشى لهم؟ إبراهيم عليه السلام ربنا قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، هذا اللقاء بتوفيق الله تبارك وتعالى بعنوان الرد على أبي عمران. وسبب هذا اللقاء أن هذا الرجل من فترة قليلة بعض أخواننا كان بيمشوا له ويدرس عنده بعض الدروس، وكان أخواننا سألوا منه، فأخواننا الشيخ شهاب ومزمل كان كلامهم إنه هذا الرجل مجهول عندنا، وأنا كنت معاون على نفس هذا الكلام. ومعروف يا أخواننا الإنسان لا يتلقى العلم عن مجهول، لما جاء عن ابن سيرين في مقدمة مسلم أنه قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيكتب حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يكتب حديثهم. الشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله له تعليق على هذا الأثر بخصوص هذا الموضوع، لأنه في بعض الشباب هداهم الله
كان يظن إنه لما إخواننا قالوا هذا الرجل مجهول ولا يؤخذ العلم عن مجهول، فظنوا أن هذه من التحرزات المبنية على غير علم وهدى، وظنوا أشياء في أنفسهم نحن ليس بصدد الكلام عنها. ولكن المسألة معروفة يا أخواننا، إذا كان الرجل مجهولا فلا يطلب عنده العلم. شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله علق على سؤال ورد له عن كتيبات كتابها مجهولون، فقال عليه رحمة الله: الكتيبات كثيرة، وكثيرة أيضا من الناس، وكثيرة أيوة أيضا من الناس مجهولين لا يعلم عنهم سابق علم ولا سابق فقه، فيحصل فيها إذا خالفت الحق ضرر على العامة. ولهذا أنا أنصح ألا يتلقى العلم من هذه الكتيبات إلا من عرف أصحابه وأنهم من العلماء الموثوقين بهم دينا وعلما، حتى لا يضل. وكما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنت عندك من المشايخ الموثوقين من علمائنا موجودة وعلمهم مبثوث ومتوفر، ووسائل الإعلام ما شاء الله مفتوحة، فأنت من باب صيانة لنفسك وحماية لدينك ما تأخذ العلم عن مجهول أبدا. ولذلك ده كان كلامنا في الأول، ما كنا نعرف عن هذا الرجل شيئا. ففي الأول قلنا لأخواننا هذا الرجل مجهول والناس ما تدرس عنده لآخر لحظة. فبعد ذاك عقدت جلسة، وكان الجلسة دي مديرة شيخ مزمل، وجلس فيها أبو عمران ده طرف، وبعض إخواننا طرف آخر، وأنا كنت من الحضور، والشيخ شهاب برضو. على كل، الجلسة دي ظهرت فيها أشياء من هذا الرجل خلاف لما كان في بالنا، باعتبار أنه زول مستور الحال ما نعرف عنه شيء. زد على ذلك قال أمور وجاء خالف في تسجيل آخر. المهم الجلسة كان فيها كلام طويل، يهمنا منه شيء بسيط. أنا سألته عن الدعوة للتوحيد، وقلت له: يا أخي المآخذ اللي ذكروها الشباب ديل، بعض من المآخذ دي ما ثبتت، وبعض منها أنا شايفه ما أخذ حقيقي، ومنها مسألة الدعوة للتوحيد. قلت له: أنت قاعد في البلد دي لك زمن سنتين أو زيادة، ما عرفت لك أي دعوة ظاهرة واضحة في التوحيد، ولا مصادمة للصوفية. فقام اعتذر في الوقت ذاك، شوفوا الاعتذار بتاعه كيف. وحاجي بعد شوية أقرأ لك كلامه اللي طلعه بعد ده. قال لي: انت ما وصلتك، بس أنا عندي دعوة لكن انت ما وصلتك، وأنا أوصلها لك كيف؟ قال لي: إلا أنشوف اليوتيوب. يعني أنا ما ردد على النقطة دي في الوقت ذاك، كويس. زد على ذلك قال لي: يا الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز ما بدرسوا كده بس، بدرسوا كأنه يعني، وما وضح كلامه في الوقت ذاك، إنما جاء وضحه بعد ذاك، إنه الشيخ ابن عثيمين ما نعنيه نحن من الدعوة الواضحة ومصادمة التصوف الشرك
إن ابن عثيمين ما له مجال في هذا الباب كويس. وبعد ذلك بقى يعتذر باعتذارات هي أشبه باعتذارات أنصار السنة في دعوتهم للتوحيد الباهتة الكسيحة. من الاعتذارات قال يكفي في دعوة التوحيد أن تذكر المسائل والأدلة عليها وتكتفي بها. قال ما يلزمك إلا تتكلم في البرع، وما يلزمك إلا تتكلم في الصوفية. قال ده ما واجب، ما واجب عديل عليك ده في الجلسة كويس. جينا بعد أيام أظن يومين طلع له لقاء أخوانا دير رسلوا لي مسجل كله، واللقاء أنا ما عارف بالتسجيل ما أظن يظهر الكلام، لكن أنا أحب أي واحد من أخواننا يسمع كلام الزول ده كامل، عشان لو في زول بعد ذاك دار يدافع عنه ما يقول نحن خرمنا من كلامه حرف واحد. ولذلك اللقاء بتاعه ده أنا فرغته مكتوب كله، قعدت له ساعات طويلة جدا كتبته حرف حرف. وأنا قبل ما أعلق أي تعليق ورد داير أقرأ لكم الكلام بتاعه ده كله، تسمعوه تسمعوا كامل. وأظن إنه ما هحتاج أفتح كتاب واحد من الكتب الشايفينها قدامكم عشان تعرف إنه الكلام ده باطل. طيب الأوراق بتاعته يا هدي، هو ما طلع أوراق طبعا ومطلعة لا رتب لي يا حمد رتب رتب. طيب يقول يتكلم عن دعوة التوحيد. قال ده أمر عام أغلب الناس كده، أنا بقرأ لك بالدارج زي ما هو يقوله بالدارج كويس. أغلب الناس كده، اللي بيقول أغلب الناس كده نقول هات لنا استغراء. ممكن نقول في بعض الناس لازم تقول له بعد ما ذكرنا هذه الأمور ما تقول يا البرعي الحقني، ما تقول يا الكباشي الحقني، لكن تجعل أمر واجب كده لازم إنه تقول كده. جيب لنا كلام استغراء إذا جبت لهم الآيات من القرآن والأدلة من السنة على إنه ما يجوز تستغيث بغير الله، وأن دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر ما يفهم أبدا. الكلام ده إلا تقول له والله معناها ما تقول يا البرعي. مفهوم الكلام ده شنو كويس؟ مفهومه انه دعوة التوحيد طيب في المسجد ولا في الحلقة، وزي ما هو جاب شرح قدام كلام طويل في المسجد ولا الحلقة، تقول للناس الاستغاثة بغير الله شرك، دعاء غير الله شرك، وعبادة غير الله شرك وما بتجوز، وصلى الله على نبينا. ما يلزمك تتكلم في طواغيط الصوفية، ولا يلزمك ابدا ولا واجب عليك تحذر من رؤوس الصوفيه. اسالكم يا اخوانا سؤال قبل ما ارد ولا حرف واحد، دي مش يا حلقات انصار السنه ولا ما ياها ولا كيف؟ انصار السنه انت قال بتكلموا بقولوا تعالوا اشركوا بالله، ونحن اكبر مشكله عندنا مع انصار السنه هسه اكبر مشكله ضيعوا التوحيد. ضيعوا كيف؟ ضيعوا ترى بجنس الكلام العام، وجايك للرد على ده من كلام أهل العلم. طيب قال ربنا ذكر فرعون أكثر من 20 مرة. طيب ما مشكلة فرعون ده اسم، ده سؤال يعني، فرعون ده اسم ما اسم، قال دي رتبة كويس، رتبة ولا بوري دي رتبة. قال رئيس القبط يسمى فرعون، هو ده بيتكلم بيه عن مسألة ذكر الأسماء، يعني فرعون ده اسم ما اسم كويس. قال كما أن رئيس الفرس أو حاكم الفرس يسمى كسرى، رئيس الروم يسمى قيصر، إلى غير ذلك. ده دليل نظام سؤال يعني، ده دليل قايم وطالع وجوب وجوب، هو ما بيفهم النص ما فاهم النص، ده دليل على وجوب. طيب ما مشكلة يجيب لك أها أها كلام تنظير ساكت، فالشاهد
ترجع دائما انت للعلماء وتشوف كلامهم وتجمع كلامهم. و و و و و الشيخ الفوزان قال انت ما ممكن تنسب لعالم قول اخذته من فتوى واحده فقط، تجمع فتاويه كلها، تجمع اقواله كلها عشان تستطيع تستنبط. يعني الشيخ ممكن يتكلم، يعني أسي الفوزان ده الهواري عشان يبطل مسألة الردود على أهل البدع، جاء فتاوى للشيخ الفوزان. الشيخ الفوزان يقول ليك ما في داعي تذكر الاسم، الغرض التنبيه على الخطأ. أها، في زول بيقدر يقول الفوزان ملكلك؟ بيقدر؟ ما بيقدر. لكن كلام الشيخ الفوزان ده منهج الشيخ، كونك تسارع وتخطي الشيخ الفوزان ده يعني كما يقال كم من سيد متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله. غرزة قال كده، هي غرزة. طيب قال كالبحر تعلو فوقه جيف الفلا والدر مدفون بأسفل قعره، وأعجب لعصفور يزاحم باسغا. زول نكرة يخطي إليك الشيخ الفوزان، فأعجب لعصفور يزاحم باسغا إلا لطيشته وخفة عقله. تبادر وتقول له الفوزان لا، وفتاوى دي غلط، وأنا لا أدين الله عز وجل برأي الفوزان، أو ده تعالم قال وتسرع. لكن أنت أجمع كلام الشيخ الفوزان كله. الشيخ الفوزان هنا يقول قالها لأجل شاف شيء معين يقول ليك، يعني أنت إذا في مصلحة تذكر الاسم، ما في مصلحة تكتفي بالتعميم، لأن الغرض التنبيه على الخطأ. هل ده الشيخ الفوزان منهجه كله كده؟ الشيخ الفوزان عنده ردود على ناس معينين، وغرز ردود للشيخ ربيع وغيرهم، ردود على ناس معينين، واضح؟ الرد على ناس معينين، ولا الاسم وما الاسم ولا الاسم حب بس. شفت يعني ده من التلبيس. انا بكتب الكلام ده بكتب فيه بالحرف كويس، ما تتخيلوا انه انا بقول لك كلام ما في، ده الكلام كده يعني. طيب أنا أقرأ لكم كله بعد ذاك نبدأ في الرد. قال ده من التلبيس، يعني عشان كده تجمع للعالم كلامه كله. أها، ده هنا قال تذكر اسم، مرة قال ما تذكر اسم، لكن تأخذ فتوى لا تذكر اسم، تجعل كلام الفوزان واجب تذكر اسم أو العكس. هنا قال لك ما في داعي تذكر اسم، أتركونا من ذكر الأسماء، تجعل منهج الشيخ الفوزان أو منهج أهل السنة والجماعة عدم ذكر الأسماء. ده تلبيس ولا ما تلبيس؟ الجماعة اللي قاعدين يقولوا تلبيس. تجمع كلام الزول كله، شفته؟ أعتقد ثم استدل، دي مسألة خطيرة جدا. طيب قال المشروعية أو الجواز، تقول جائز، ما في زول بيقدر يتكلم معك صح، ما في زول كلام كثير للسلف يذكر فيه أسماء ناس وبردوا على أسماء ناس، واضح؟ لكن يقول واجب، انت لو قلت واجب تقول البرعي مثلا. طيب انا مثلا اذا انسان في حلقه، ده كلامه، اذا انسان في حلقه عن التوحيد وذكر ادله التوحيد وذكر ادله الشرك وابطل الشرك بالتفصيل وما ذكر اسم البرعي، يكون آثم؟ انت لو قلت واجب ده معناها انا لو ما ذكرت آثم ولا ما آثم؟ في دليل على التأثيم؟ في دليل على التأثيم؟ إلا تألف تنظر بس، تطلع تخترع لنا آية جديدة أو حديث جديد، من لم يذكر البرعي في حلقة ما أدري كذا فهو آثم، كويس؟ لكن تقول شايف المصلحة كده الإيجاب، ما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الإيجاب لازم يكون فيه نص، أنت ما تقول ده شيء واجب، يعني إنك لازم تورد أوجبت على الناس، أنت عندك فيه نص من القرآن والسنة، عندك كلام علماء أجمع أهل العلم، ما في إشكال. قربنا ننتهي يا أخواننا، ما تستاهل. أنا داير أقرأ والله عارف ممل، لكن داير أقرأ كله عشان ما ينط علي واحد يقول لي أنا قصة كلام، في كلام كثير ما عنده معنى كويس، لكن بقرأ لك كله. طيب قال أنا مثلا قمت في جلسة المهم ولا في كده جبت بينت التوحيد وذكرت أدلة في الشرك، ما يجوز الاستغاثة بغير الله ولا الاستعانة بغير الله، الاستغاثة بغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، وذكرت على ذلك أدلة من القرآن والسنة، ما جبت مثلا إنه البرعي قال كده
أنا هنا أكون آثم وملكلك؟ ده سؤال كويس. ما في ناس بيقولوا ليك آثم وملكلك، ما علي دليل، كله كله، لكن أنت مثلا والله في حتة هنا قلت البرعي و و و و و الرد عليه كده 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 كده، ما في مشكلة، ما في واحد يقول ليك لا، لكن يلزم ده معروف منهج حدادية، انتبهوا للكلمة دي، قال يلزم أو واجب، واجب تقول الاسم ده منهج شنو؟ حدادية. يلزمون بأمور، الشيخ الألباني الشيخ ربيع، الشيخ ربيع قال شنو؟ قال جاني حدادي سألوني عن ابن حجر والنووي، قلت عنهم أشاعرة أو عندهم أشاعرة وأشعرية، قال تقول مبتدع، واجب تقول مبتدع، قال ما يلزمني، قال لا واجب تقول، قال ما يلزمني هذا الكلام. بعد شوية قال تلزم الناس بأمر ما واجب عليهم، ما في دليل شرعي، ما أوجب عليهم الناس، ده قال ذهبوا جرحوني بهذه المسألة. فالإنسان ما يخترع له مسألة ويوجب على الناس اللي قال بيه هو الأثري والسلفي واللي خالفه هو الملكلك والمميع، ده كلام فارغ ساكت. طيب دي كده الفقرة الأولى، نص الكلام بتاعه دي الفقرة الأولى، كده نعلق عليه ونرجع. أول حاجة يا أخوانا سؤال للجميع، الكلام اللي سمعته ده كله فيه آية؟ كل اللي سمعته ده فيه آية؟ ما في. في حديث هنا ضعيف فيه؟ حديث موضوع فيه؟ ما في. في إجماع للعلماء هنا؟ إجماع فيه؟ ما في. في قول لعالم واحد محرر بمصدره هنا؟ ما في. يعني ذول بيقرر مسائل من المسائل المهمة في الدعوة، لا آية لا حديث لا إجماع على العلماء، وبيحكي مذهب السلف. خليت بالك الزول ده هو اللي بيحكي مذهب السلف، يقول لك ده ما في ما في ما في. أيوة. طيب أنا أبدأ بالنقطة الأولى، مسألة خلاص أنضيف لها حاجة عشان الناس تقع لهم، مسألة الدعوة للتوحيد. طيب هنا في الصفحة 7 من الكلام قال طيب قال ما تجرح بالباطل، قال واحد يقول لك ده كلامه إلا يكون ضابط دعوة واضحة. أها واضحة دي شنو؟ إلا تصادم، ده سؤال يعني، إلا تصادم يعني شنو؟ إلا تصادم، أصادم منو؟ أصادم دي يعني اللي خط الضابط ده منو؟ منو اللي قال كده؟ ده بيتكلم على النقطة بتاعتي لما قلت له دعوة التوحيد تكون دعوة واضحة والصادم الباطل وكده. طيب يا أخواننا الرد على الكلام ده أول شيء في مسألة التوحيد من الأبجديات اللي احنا بنعلمها في الدعوة دي، من الأبجديات أن الدعوة للتوحيد تكون بالكلام عن الطواغيت، ولا ما كده؟ قال تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فكيف أنا أدعو للتوحيد وأحذر الناس من الطواغيت إذا كان أنت ما دايرني أتكلم عن الطواغيت وبتعتبر ده ما واجب؟ طيب أولا أديك كلام العلماء، وأنا أخذت على نفسي إنه ما أجيب كلام إلا من كتب أهل العلم، إلا من الكتب. طيب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب معنى الطاغوت يقول إنه، يعني من معاني الطاغوت، يقول لهم إنه يستطيع أن ينفعهم وأن يضرهم ويحقق لهم مطالبهم كما عليه اليوم طواغيت الصوفية. مش هو كان يقول جبال الفوزان؟ كما عليه اليوم طواغيت الصوفية ومشايخ الصوفية
الذين يزعمون أنهم يحققون لمن عبدهم مطالبهم وأنهم يتصلون بالله مباشرة ويأخذون عن الله مباشرة، وبعضهم يوصي يقول إذا مت لا يمنعكم من دعائي والاستغاثة بي ذراع من التراب، هلموا إلى قبري واطلبوا مني وأنا أغيثكم وأنا وأنا وأنا، إلى أن قال في الصفحة بعد ثلاثة صفحات، قال أولا تعرف الطاغوت ما هو، لأنك إذا لم تعرف فلا يمكن أن تجتنبه، كيف تجتنب شيئا مجهولا؟ الليلة لما انتهي تقول لنا أتكلم في التوحيد بس أجيب الآيات والأحاديث وما أوريهم الطاغوت ده منو عشان ما يعبدوا وما عشان يجتنبوا عبادته. طيب قال لك كيف تجتنب شيئا مجهولا؟ قال ثانيا إذا عرفته سهل عليك اجتنابه، ثالثا إذا اجتنبته فلا بد أن تعاديه. طيب انت لما تقول لي أنا ما أذكره، لا أذكر برعي لا أذكر ده، أنا عادي منه منو البعادي؟ طيب قال وأن تبغضه وتبغض أتباعه وتعاديهم في الله عز وجل. ده كله يا أخوانا يكون من غير ما تذكر الطاغوت ده منه. طيب ستة مواضع من السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنا لما انتقدت على أبي عمران ده هناك في الجلسة قال لي أنا يكفيني إنه بدرس كتب محمد عبد الوهاب أصول الثلاثة قواعد الأربعة المسائل الجاهلية إلى آخره. طيب الكلام ده اللي أنت بتستنكره ده جوه كتب محمد بن عبد الوهاب. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، قال الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه. خلي بالك انت لو قلت لي انا اكتفي انه اعلمهم التوحيد وانهاهم عن الشرك بس ما اذكر طواغيتهم ولا اتكلم في رؤوسهم ولا اتكلم في اندادهم، قال لك هنا قال فاستحسنوه وحدثوا انفسهم بالدخول فيه الى ان صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، قال فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي ما يلزمني؟ ربنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. النبي عليه الصلاة والسلام هل اكتفى فقط يقول لهم التوحيد طيب والشرك كذا وأدعو الله فقط، ما تكلم في آلهتهم؟ ما تكلم في أندادهم؟ طيب شيخ الفوزان يقول يشرح في كلام حمد الوهاب عليه رحمة الله، قال لو كان يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك عموما ولم يتعرض لما هم عليه وهم يقولون الذي نحن عليه ليس بشرك. يا اخواننا دي ما مشكلتنا احنا الليلة، علشان شان الناس شكلهم ما شايفين. شوفوا نحن مشكلتنا في مجتمعنا ده الناس لو قلت لهم دعاء غير الله شرك والاستغاثة شرك وكده كثير من الناس يتفقوا معاك ويقول لك هاي، لكن اللي سووا احنا ده ما شرك، ده ما شرك ذاته. شوف الشيخ الفوزان بيشرح لك في الكلام اللي نحن لما نقوله لكثير من الشباب الواحد يقول لك ده تحكم منكم وده مزاج منكم والزول لو ما اشتغل زيكم انتوا كاننا احنا بنلزم الناس بمنهج حقنا. وانا جايك للرد على هذا الرجل، لسه في كلام جوا كثير جدا وكلام للعلماء واضح في ابطال المنهج الباطل بتاع الزول ده. جايك له ده دار يهدم اصول منهجنا، والله دي اصول منهجنا. دعوه التوحيد اساس دعوتنا انه يكون دعوه واضحه وننهى عن المنكر، ده دايرك ما تنهى عن المنكر وقال ما واجب عليك، ما واجب عليك ابدا. نشوف دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب قال الشيخ الفوزان قال الذي نحن عليه ليس بشرك، الذي نحن عليه تقرب إلى الله بالأولياء والصالحين ونحن لا نشرك بالله، إنما هذا تقرب إلى الله وتوسل إليه. ولو أن الرسول، انتبهوا للكلام ده كويس، ولو أن الرسول اقتصر على النهي عن الشرك دون تفصيل وبيان لما اعترضوا عليه
لأنهم يرون أنهم غير مشركين. إلى أن قال والأصنام قال نهاهم عن عبادة اللات والعزى ومنات والأصنام. ودي عند أبو عمران ما واجبة، ما واجبة عديل تتكلم عن لات ولا عن عزى ولا عن برعي ولا عن أي رأس من رؤوس الشرك أبدا، ما ولا هذا كلامه قاعد. طيب قال وقال لهم لستم على شيء، وهؤلاء الذين يدعونكم إليها هؤلاء علماء ضلال. ده منو قال لهم كده؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم، ديل يتكلم في علمائهم، قال لهم هؤلاء علماء ضلال. فحينما قال لهم ذلك ثارت ثائرتهم حمية لدينهم، وهذا هو الذي عليه غالب العالم اليوم. ده كلامنا نحن. إجا أبو عمران يقول لك جيب لي استقراء، استقراء عام، إنه غالب الناس لو أنت تكلمت في التوحيد وأدلته والشرك وأدلته ما بيفهم، ها؟ جيب لي استقراء. هذا الاستقراء من الشيخ الفوزان، قال لك وهذا هو الذي عليه غالب العالم اليوم. غالب العالم، أنت لما تكلم عن التوحيد وتنهاو عن الشرك قد يستحسن الكلام ده أو يستحسن الكلام ده، لكن أول ما تتكلم في رؤوس اللي بيعبدهم وأنداد اللي بيعبدهم تثور ثائرته ويقوم حمية لدينه. طيب قال لسه كلام الشيخ الفوزان، قال ولو أنه ما شتم آلهتهم. والشتم ده طبعا عند أبو عمران ما من منهج السلف، قال ما من منهج السلف أصلا تشتم، والهنا اللي شتم ضمنه الرسول يا أبو عمران، الرسول، فهمت؟ طيب قال ولو أنه ما شتم آلهتهم ولا عاب دينهم ما قالوا له شيئا. فلو اقتصر على قوله الشرك قبيح والتوحيد طيب، ولا عاب آلهتهم ولا سب دينهم لما عارضوه. ده ما هو بكر، هذا والله ده ما هو بكر، ده الشيخ الفوزان، فهمت؟ طيب لسه اديني كتاب السيره لابن هشام، كتاب السيره لابن هشام تحت. عشان تعرف الحقيقه وما تتغشى ساي، ما تتغشى. والله انا بحتار في اخواننا ناس تربوا على التوحيد ورضعوا من التوحيد سنين ومن كتب محمد بن عبد الوهاب، يجي زول يغشهم بهذه البساطه، لا ايه لا حديث لا اثر لا كلام سلف لا اجماع لا اي شيء، ساي كده بس يخمك ساي. طيب قال ابن اسحاق المجلد الاول الصفحه 264، قال ابن اسحاق فلما بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم يبعد منه قومه. يا إخوانا انتبهوا لي للنقطة دي كويس، قال لك شنو؟ لم يبعد منه قومه، ما نابزوا ولا شاكلوا، كويس؟ قال ولم يردوا عليه، انتبهوا كويس، ولم يردوا عليه فيما بلغني حتى ذكر آلهتهم وعابها. العابة ده منو؟ ده أبو بكر هذا؟ ده مزم الفقيري؟ ده منهج محمد مصطفى؟ وإن كان ذاك دجال طائش سقط في الصحابة رضي الله عنهم، ذاك انتهى موضوعه، لكن برضو هل ده منهج محمد مصطفى؟ شماجي واحد بحجة إنه نحن بنكره محمد مصطفى، ها؟ وما دايرين الشيء اللي دخله زايد على المنهج السلفي، حشره جوا المنهج السلفي، فهمت؟ ما يجي ذا يستفزك بيدي، احنا ما ادري منهج محمد مصطفى ولا بد نخليه، تخلي شنو هذول هي؟ خلي شنو؟ خلي الباطل اللي عنده، لكن الحد تخليه؟ طيب قال قال ذكر آلهتهم وعابها فلما فعل ذلك اعظموه وناكروه واجمعوا خلافه وعداوته الا من عصم الله تعالى منهم. فلما رأت قريش ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه. لا يعتبهم معناه شنو؟ يعني زول لو أنت يزعل منك في حاجة مش بتقول لك العتبة بترضيه، يعني النبي ما كان بيرضيهم من شيء، ها؟
من الأشياء اللي نقموا عليه من عيب آلهتهم وسب آلهتهم ما عتبهم في شيء أبدا. جو جمعوا مجموعة من قريش، عتبة وشيبة وأبو سفيان وأبو البحتري والعاص بن وائل والأسود ابن المطلب، جو لأبي طالب قالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا أها وعاب ديننا أها وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه، إلى آخر الكلام. ده منهج أقحمه في الدعوة، ده منهج منو القال؟ منو القال لك تصادم؟ قال منو اشترط الشرط ده؟ ده منو ده؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس اللي بتنكبوا الطريق ودارين يخلوا دعوتهم بمثل هذه الكلمات المائعة الضائعة التي لا تستند إلى ركن وليس لها أساس من أدلة الكتاب والسنة أبدا أبدا، ما عنده أساس. لكن الشباب ينخدع، الناس ينخدعوا بأبسط الكلمات الرنانة. لسه جايك الكلام أدين مختصر السيرة محمد بن عبد الوهاب، قال أنا بدرس كتب محمد عبد الوهاب. أنت بتدرسها كيف يا الحلال؟ بس بتدرسها كيف؟ بتدرس شنو؟ بتدرس الغلاف؟ يا أخي ده كتب محمد عبد الوهاب كلها محمد عبد الوهاب. طيب لسه في مختصر السيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتكلم عن إسلام زيد بن حارثة كويس في كتاب مختصر السيرة صفحة 83 مطبعة الهدى المحمدي. قال لما أسلم زيد وأسلم ورقة بن نوفل في جامع الترمذي ذكر الحديث، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد وقريش لا تنكر ذلك. خلي بالك، في الأول الناس بيدخلوا في الدين، أسلم زيد، أسلم ورقة، أسلم ناس واحدا تلو الآخر كويس. قال وقريش لا تنكر ذلك حتى بدأهم، البدأهم ده منو؟ ده رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهمت؟ ده ما مزم الفقير، ده رسول الله. قال حتى بدأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم، قال وأنها لا تضر ولا تنفع، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما، إلى آخر الكلام من السيرة لمحمد بن عبد الوهاب. دي مصادمات ألزمناك بها نحن، ألزمناك أمشي صادم، ولا بد الصادم من أين يجيب هذا الشرط؟ من الذي يصادم؟ ومن أمرك بالمصادمة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الشعراء وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. ده شنو؟ مش مشى لهم إبراهيم عليه السلام؟ ربنا قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. جل قومه قال إفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فأقبلوا إليه يزفون، إلى آخر الآيات. إبراهيم عليه السلام مشى على الصنم بتاعه، قالوا سمعنا فتى للأصنام يذكرهم، بيذكر شنو؟ بيذكر شنو؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ده منو ده؟ ده بكرة ده إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، ده إبراهيم عليه السلام. تقول لي منو اللي قال لي صادم؟ أيوة أنت ما بالصادم،
لأنه أنت شايل لك منهج منحرف جاي تدخله في نص أخواننا وفي نص دعوتنا. والله الذي لا إله غيره إلا أن نموت، والله نرد عليك ولو بلغ كعبك عنان السماء، نرد عليك طوالي، والله نرد عليك. وده كله باطل باطل. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا جميعا أن ننطلق في دعوة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل يقول له اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. أصدع ورمي قدام يقول لك لا ما يلزمك، لا ما شغل الهواري ذاته. كتل بي وانصار السنة، كتل وانصار السنة ماتت، دعوتهم ماتت، دعوة التوحيد فقدت نكهتها وفقدت روحها بسبب هذا التمييع والتضييع والباطل. زول قاعد في بحر دي لو أكثر من سنتين، أكثر من سنتين، يوم من الأيام ما سمعنا بأي صراع بينه وبين الصوفية. كويس؟ لا لا ما في مشكلة وعادي جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فإذا هم شنو؟ فإذا هم فريقان يختصمون. وإلياس، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا. بعل ده شنو؟ ما تذكر الأسماء يا أخ، ما في داعي. بعلا، بعل ده قالوا مرة وقالوا راجل. ابن إسحاق قال مرة، مرة راجل ما شغلت. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ده عند أبو عمران كله ما بيلزم، ما واجب، ما يلزمك. يعني نقول نتكلم في البلد دي والمنكر قدامنا، المنكر قدامنا هذا. قصائد الصوفية شغالة، شركة الصوفية شغال، غنة الكوثر شغالة، إذاعة الساهور شغالة، محمد المنتصر شغال ليل نهار في التلفزيون وفي الرادي، بيضلل في أمهاتنا وأخواتنا وفي أهلنا في البيوت، وإنت ما واجب عليك تتكلم. تبا لهذا الرجل ثم تبا له. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ده داير يطلعنا نحن ما واجب علينا ما نتناهى عن المنكر. ربنا سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ربنا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أبو عمران ولا ده داير يطلعك أنت ذو الخامل، ما واجب عليك تنهى عن المنكر ولا تأخذ على يد الظالم. وأنى له ذلك، أنى له ذلك، عشان تعرف تمام قدرك. وكتب أهل العلم موجودة، لا دليل لا آية لا حديث. يجي يقول لهم كما قال علماؤنا، أرجعوا لعلمائنا. إذا الشغلة بتاعت ذاك بس يا حزاتة داري عندنا مسرحية جديدة نحن انتهينا منها زمان بدر، نحن انتهينا من مسرحية زي دي. طيب دي النقطة الأولى، دعوة التوحيد يا أخواننا دعوة واضحة. أما بالنسبة لكلام العثيمين إنه الشيخ ابن عثيمين جيب لي الفتاوى، والله أنا ضحكت جدا لما سمعت إنه يقول الشيخ العثيمين ما عنده قال ما عنده ولا رد أصلا، ولا رد قال على مبتدع ككتاب منفصل. كويس؟ وقال الشيخ ابن عثيمين بيدرس بس، وانت لما تلزمني انه انا اهاجم الصوفيه انا لا داير اكون زي العثيمين، اقعد ادرس بس. طيب الشيخ ابن عثيمين ساله سؤال هنا واضح، عشان ما يغشك يا اخونا، ما يخدعك نوع ده. كويس؟ ساله سؤال واضح جدا الشيخ ابن عثيمين، قالوا له فضيلة الشيخ لماذا، طيب مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين المجلد 27 الصفحه من 397 398 399 كويس؟ متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة مجلد 27 من فتاوى العثيمين. يقول السؤال لماذا لا يركز الدعاة في المملكة العربية السعودية على جانب التوحيد؟ مش ده الموضوع ذاته؟
عشان كتار منهم انا ما اكلمك. الواحد منهم بيشوف العلماء هناك دعوتهم كيف، او بعض العلماء دعوتهم كيف، من الناس العايشين في مجتمع ما زي مجتمعك ما زيك. يجي يقول لك بص شيخنا داك ما قاعد يتكلم كده، بس انا زيه هناك. انت قاعد هناك ولا قاعد هنا؟ طيب جاي كده وبادلتك. طيب قال الدعاة في المملكة العربية السعودية لا يركزون كثيرا على جانب التوحيد لأن الناس ولله الحمد على عقيدة حسنة وليس هنا خلاف، وربما لو فتحوا شيئا في الخلافات في العقيدة، قالوا علم الكلام، ربما يفتحوا أبوابا مغلقة، لذلك يبحثون في الأمور العلمية دون الأمور العقلية. لأنه لو تأتي أحدا من الناس في المملكة العربية السعودية وتسألهم أسئلة في صفات الله عز وجل لوجدت عنده من التوحيد ما هو محقق، فهذا هو السبب في أنهم لا يدعون إلى الفروع، في أنهم يدعون إلى الفروع التي فيها التقصير. قال لك العلماء في السعودية ما عندهم شرك زي حقك ده كويس، وبيدعو للفروع اللي فيها تقصير اللي فيها الإشكال، أما الإشكال ده ما عندهم. إلى أن قال وجاب دليل إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا رجل عالج له مشكلته، سألوا قال لا أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. حديث أبي هريرة الصحيح في البخاري كويس. إلى أن قال فالإخوان الذين يدعون في المملكة لا يركزون على التوحيد لأنه والحمد لله الأمر واضح عند العامة. إلى أن قال آخر الفتوى قال ولو كنا في بلد، انتبه لي دي، ولو كنا في بلد يعظمون القبور ويحلفون بغير الله وينظرون للأموات وما أشبه ذلك، فهذا يجب أن نبدأهم بهذا قبل كل شيء، قبل كل شيء، وأن نركز عليه، نقطة. انتهت الفتوى. ابن عثيمين لو كان في زي بلدك دي قال لك ها، قال لك كان ببدأهم بيدا واجب كمان، أبدأ بيدا وأركز عليه. أي مرضان بيستدل بموقف ابن عثيمين في السعودية شان ينزلوا على واقعه في السودان، ده يدل على إنه مرضان، 60 مرضان. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام وراك الدعوة، انت قال الدعوة بمزاجك، أنا أختار التدريس وأنا أختار الفقه وأنا أختار علم الحق، وعلى كيفك انت قايلها. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن داعية، والحديث ده مرشد بالنسبة للداعية، تقال أي مزاجات، يقول لك أنا اخترت التدريس. تخيل اخترت التدريس من بدري، لا أنا أقعد في البيت في غيب بس، وعلى كيفك والله أديك كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله، أول حاجة دي إلى أن يوحد الله. 60 مطية، الحلبي العرعور، ما تعرف حلبي عرعور، اللي بعرف لك عرعور هنا من ذاته يا أخي، نحن قاعد نرد على ذيل حلبي وعرعور وغيره من الحزبين بفضل الله عز وجل، أخواننا قاعد يردوا عليهم كويس، لكن الرد بقدره، ونحن بنعرف مشكلة بلدنا شنو. ولا أظن داعية سلفي عمره في السلفية 6 يوم يقول لك مشكلة البلد دي، يقول لك مشكلة البلد دي ها، في مشكلة أكبر من التوحيد. في أخواننا واحد يرفع أصبعه في الناس اللي قاعدين دكت، في مشكلة أكبر من التوحيد ها، أعني الخلل في التوحيد، في مشكلة أكبر من دي؟ ما في أخ، دي أكبر مشكلة. أنت دا تقول لي لا أنا اخترت أدرس 60 مطوية، كل يوم طالعة مطوية جديدة، وين المسائل الحزبية، وإن هو هذه الحزبيات، وإن هذه الحزبية والحلبي. يا زول التوحيد وين؟ أول ما تسأله في التوحيد يقول لك يعني أنا إلا أنشر لكم في اليوتيوب، وطيب ديك ما قاعد تنشرها في ذا سألك، ما بتكتب في سحابة سألك منه، ما بتنشر طيب لك ورقات بتوزعين لأخواننا، أمسكوا ده وزعوه، وهكذا وزعوه للبنات، ودي وزعوه. التوحيد ده ما توزعه، وزع التوحيد، لكن أنت مرضان والحمد لله ربنا كشفك لنا بدري بدري، ربنا كشفك لنا تمام عشان تعرف قدرك وتعرف قيمتك. نحن في البلد دي بنعرف زول بيعالج مشكلة البلد، نحن ما مش بنلزم الزول إلا يتكلم في فلان، لما كده، لأنه الليلة لو بنلزمك ممكن نلزمك نقول لك لو ما بتتكلم في الشيعة نحن عندنا معك مشكلة. ما الشيعة ده مش باطل؟ مش باطل الشيعة؟ أكبر باطل أفظع من الصوفية، لكن هل الليلة إحنا بنمتحن زول بالكلام في الشيعة؟ الشيعة ما عندهم حاجة في البلد دي، تأثير ضعيف جداً.
كويس؟ احنا بنمتحنك هنا بالكلام في الصوفية، ده اساس الدعوة، ودي مشكلة البلد دي. بعدين انت لو داير ميزان تقول ارجع للعلماء، الواقع العايش انت في السودان ده واقع الشيخ محمد بن عبد الوهاب زمان، واقع الشيخ محمد عبد الوهاب، مش واقع الان علمان الفضلاء الكبار الموجودين الليله كالشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكده، واقعهم ما زي واقعك، فهمت؟ واقعك انت واقع محمد بن عبد الوهاب، واقع الشيخ مقبل، واقع العلماء زي محمد حامد الفقي، غيره من العلماء اللي ألفوا وكتبوا وحاضروا وناظروا وناقشوا في موضوع التوحيد وركزوا عليه في الاول. لكن غشك يقول انا والله بحتار في اخواننا اللي تربوا على كتب التوحيد وبتخدعوا بمسائل زي دي. عموما نحن لسه الكتب دي ما فتحنا منها شيء الا حاجات بسيطه، نواصل ان شاء الله بعد الصلاه.